دي ماما وين راحت؟ بدي ماما، ليش ما اجت معنا يا بابا؟ اهدي حبيبتي. بدي ماما خليني اشوفها. بعدي عن بناتي جنبي، انت ما دخلك بالموضوع. عن جد بناتك؟ انت مصدقه انك ام؟ انت بتعرفي شو نتائج اللي عملتي؟ المفروض الام بتخاف على اولادها وهي اللي بتحميهم من كل شيء. انت مهمك تاذيهم نيشا. انت رح تعلميني كيف كون ام؟ عن جد؟ امتى صرتي ام حضرتك؟ انت كيف رح تعرفي شو هي الامومه؟ مفكرة انا مو عرفانه شو بدك؟ بعرف انك سرقتي زوجي، وهلا صرتي عم تخططي حتى تسرقي بناتي. انا فهمانه عليك كثير، بس رح اقول لك شغله، طالما لساتني عايشة بناتي رح يبقوا إلي مو إليك. بس لا تعرفي تحبين إنسانة مثلك عم تتصرف بهالطريقة، ما بتستاهل كلمة ماما. بظن لو بتحبيهم ما بتخليهم يمروا بهالظروف البشعة هي. هيك بتكون الأمومة. أنت شو مفكرة بتقدري تاخدي مطرحي وأنت عم تعملي حالك إنك منيحة؟ عن جد؟ أنا رح أقول لك كلمتي، بناتي دائما بحاجة أمهم، لو شو ما صار شيني وبيني بدهم يرجعوا لي، ورح يبقوا معي طبعا. ما دخلك جانفي، وهي عم نبهك. آدي بيني سائر لشي؟ خير؟ تيني عم تبكي؟ ارتفعت حرارة بيني ورحنا لعند الدكتور، وقال إنها ما عم تتحمل الصدمة. موضوع أمها ما نو سهل. تيني بنتي لا تبكي يا روحي. حبيبتي جوعانة شي؟ لا أنا ما عاد بدي أكل أي شي لحتى أمنا ترجع على البيت. تيني ما بيصير هالشي، إذا ما أكلتي بتمرضي حبيبتي. خليني أمرض، بدي ماما ترجع. طيب شوفي بيني تعبانة، كيف رح تهتمي فيها إذا أنتي مرضتي؟ تشيني شوفي شو جبت لك هي لألك. لا ما بدي إياها. حبيبتي شو هالتصرف هاد؟ هون كلياتهم بيحبوكي، ما بيصير تتصرفي بهالطريقة. بدي ماما، وينها ماما؟ اللي هلأ وينها ماما؟ رقنا؟ يلا صار لازم ناكل شي هلأ. تشيني قولي لبابا إنه نحنا ما عاد بدنا نحكي معه أبداً. قولي له إنه أنت ما بتحبنا وما بدنا نحكي معك يا بابا. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.